بصي احنا بقى بندلع نفسنا وبندلع اولادنا، وعايزينك انت كمان النهارده تعرفي نتدلع بقى ازاي. طب خلاص انا هعمل لك عرض حلو جدا وهنسميه عرض الدلع. ازاي بقى؟ هدلع كل البنات وكل الستات وحتى الرجاله كمان. هنحط كل المشاكل بتاعه الدايت ونحلها في الكورس بتاع النهارده. تمام. لو عندنا مشكله دايت زي مش عايزه احرم نفسي من الاكل، ودي اهم حاجه، مش هتعمل حرمان للاكل، هتاكل اللي انت عايزه. تمام. دي اول حاجه. هناكل بيتزا، هناكل جبن، هناكل حاجات حادقه، هناكل اللي احنا عايزينه، ودي اول حاجه هدلعك فيها. تاني حاجه، شعر بيقع هديكي هديه قيمه وغاليه جدا جدا جدا. البيوتين جاي لك النهارده بتركيز 10,000، اقوى تركيز واعلى فيتامين يقوي الشعر، وكمان جاي هديه مجانا. البيوتين النهارده بالتركيز العالي ده، اللي هو يعتبر التركيز ده مش موجود في السوق دلوقتي. مش موجود في السوق. وجاي ده جاي هديه مجانيه. مجانا. وكل حاجه انت بتتخيليها مشكله ليكي اثناء رجيمك او اثناء شكلك اللي انت عايزه تهندميه وتخليه جديد في حياتك، احنا هنحلها وهندلعك كمان. النهارده هقدم لك بوكس الدلع. ايوه بوكس الدلع. وعلى فكره انا يعني واحنا بنرسم كده الهدايا وبنتفق، لقيت مفيش احلى من المسمى ده، لان انت هتاكلي يعني انسي انك تكتبي ورقه ورايا وقلم وتقولي يلا نكتب دايت ويلا نعمل ونمشي على نظام. صحيح. هتاكلي كل اللي انت عايزاه، ودخلت لقيت انت عامله لنا سفره جميله من البيتزات، فانا حاسه بقى ان الدنيا ماشيه مع بعضها. ان اكل حلو قوي قوي وطعمه لطيف، وفي نفس الوقت هخس، وفي نفس الوقت شعري هيطول جدا. واخر حاجه بقى، دي التركه الجامده، ان حرقي هيعلى قوي. اوعي تفتكري كل ده في كل ده. الحرق هيعلى جدا. يعني انا عايزه اقول لك حاجه، ان من خلال شغلي ومن خلال اللي انا بشوفه، اوعي تفتكروا ان قطم البيتزايه ولا مثلث بيتزايه هو سبب تخنك. لا. الحرق، الناس كلها تقريبا المعده ربنا خلقها بحجم واحد، فرقت شويه من طولك لطولها، بس الحجم برضو قد كف ايدك. ايه اللي بيجرى؟ اللي بيخش يتخزن، اللي بيتخش بيتضاعف في سعراته كمان وتحول دهون. شويه بطاطس تحولوا كيلو دهون، شويه مكرونه، ده اسمه ايه بقى؟ التخزين في الجسم، اسمه ان الحرق واقف. لما اجي بقى انا احط لك حاجه ترفق لك الحرق خالص، كبسوله قويه جدا تعالي الحرق قوي، انا كده بدلعك. هاكلك كل حاجه طبعا، مش هحرمك من اي حاجه، وفي نفس الوقت انا هخليكي تحرقي كل الاكل ده كله. النهارده هقدم لك 3 بوكسات. البوكس الاولاني بنص ثمنه، البوكسين التانيين مجانا. البوكس الاولاني بنص الثمن، بنص الثمن. وفي بوكسين كمان النهارده مجانا، هديه مجانيه. يعني فعلا عرضك النهارده اخر دلع، اخر دلع. هو فعلا اخر دلع. طب يا جماعه، الثلاث بوكسات النهارده اللي دكتور صفا جايباهم هنحصل عليهم ازاي؟ عن طريق الارقام اللي موجوده قدامكم على الشاشه دلوقتي حالا، الحقوا اتصلوا. وانا عارفه انا بقول لكم ايه، بعد شويه اللي هيقعد للاخر ولا يقعد مش الارقام، هيلاقي ضغط تليفونات رهيب ما شاء الله. كلنا عايزين بوكسات الدلع بتاعه النهارده. انت عارفه قناتي هي قناه جميله بتهتم بالست والمراه والراجل والبنوته واللي رايحه المذاكره رايحه جامعتها واللي ثانويه عامه واللي بتاكل اكل غلط. صفحه الفيسبوك كمان اهي يا دكتور. يبقى ارقام التليفونات اللي قدامكم هي على الشاشه، عليها خدمه الواتساب كمان يا جماعه. تقدروا تطلبوا على فكره عرض الدلع النهارده بتاع دكتور صفا عن طريق برضو الواتساب وعن طريق صفحه الفيسبوك، موجوده اهي قدامكم. بصراحه يا جماعه النهارده دكتور صفا عرفت تجيلنا منين، يعني عرفت. أيوة. يعني اللي هو ايه، كل واحده فينا نفسي اكل، نفسي بس ما تخنش، ونفسي يبقى شكلي حلو، شعري ما يقعش، ما يبان ليش علامات، مثلا انت مال وشك اصفر كده، انت حوالين عينيكي بقى غامق، انت تعبانه يا بنتي، انت فيكي حاجه. الكلام ده عارفه بيجيب ورا. الكلام ده بيأثر بطريقه فظيعه. فالنهارده دكتور صفا عارفه تدخل لنا منين. بصراحه هي فعلا جايه النهارده تدلع الجميع بجد. ده انت لو كمان عرفتي انا عامله للحلقه بتاعه النهارده خصومات ازاي، هتعرفي ازاي الكلمه دي على مسمى. تعالي بقى نفنط كورس الدلع بقى النهارده. النهارده كورس الدلع كبسولات واعشاب ونقط، ودايما بقول للناس زي ما بيقولوا كده فن اختيار الهدايا، ان اديك كبسولات تانية قوية قد الكبسولات الأولانية في الحرق وتنزيل الوزن. تمام. يبقى أنا لازم هعمل كده، أعمل حاجة حلوة قوي في الهدية. هديك كبسولات وأعشاب ونقط، كورس كامل، بوكس كامل هدية.
والبوكس التاني فيه البيوتين اللي بيطلع الشعر من جذوره وبيعمل فيلنج بنسميه احنا في العلم هير فيلنج، يعني ايه؟ بيملى فراغات الشعر، بيتقل الشعرايه، بيخليها تخينه. اللي هو التركيز بتاعنا النهارده تركيز مش موجود في غير منتجات خارجيه بره وغاليه قوي، يعني ممكن تعدي مبالغ كبيره. فانا جايبها لك كلها مجانا وهديه، لا اقعدي قولي كده واحلمي. طب ايه المشكله اما انا اخس وشعر يطول وفي نفس الوقت هاخد منتج غالي قوي مجانا وهاخد حقن حرق، حقن الحرق اللي بتنحت الجسم، بلاقي البنوته جات لي كده خست 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 خالص ولسه عندها جناب كده طالعه مش راضيه تنتهي، تقول لي انا وصلت للمثالي ولسه عندي بدايات مضايقاني، مش البنطلون او الجيبه مش مظبوطه. اقول لها حقنه الحرق هتنسف، وقد كان فعلا بتغير شكل وقوام الجسم وبتوزع الدهون. فالنهارده البوكس الثالث اللي مجانا فيه حقنتين حرق وعلبه البيوتين ده حصري وعدده قليل جدا لانه غالي غالي غالي. طبعا غالي يرخص لهم، ولكن انا عايزه كل الناس تاخد بالها من النقطه دي وتتصل فورا بالارقام. ده يا دكتور انت النهارده مش الغالي يرخص لهم، انت الغالي جايباه ببلاش. ايوه الغالي ايوه الغالي بقى ببلاش، يعني لما يكون عندنا النهارده امبولتين حرق جايين هدايا مجانيه، وعندنا كمان البيوتين اللي كلنا محتاجينه برده جاي هديه مجانيه بالتركيز العالي جدا. التركيز بتاعه ده مش ده التركيز اللي موجود بره، ولو لقيتوه بره هتعرفوا سعره كام، فهتعرفوا النهارده قد ايه دكتور صفا جايب لنا فعلا الغالي جايباه ببلاش النهارده فعلا. يعني اما اخسس قد ايه بقى في اللي انا بحكي عليه ده؟ انا هخسسك من 27 كيلو ل 30 كيلو. كنا بنقول دلوقتي كنا بنقول من 20 ل 30 كنا بنقول من 20 ل 30 بناء على ان اللي قدامي ده حرقه نص نص وبيدلع وكده. لا ده انا النهارده اكيد اكيد 27 كيلو اقل حاجه بالاحصائيات لحد 30 كيلو واكتر من كمان من 30 كيلو، لان انا حاطه اتنين مفعلات نوويه لحرق الدهون، حقنتين الحرق اللي هتفرم فعلا دهون، هتسحب كل دهون من الجسم. الجسم في حاله حرق على طول 24 ساعه هتبقى حرانه وتعرقي، بتحس يعني طبعًا. يعني في اعراض هي بتحس بيها، فتحس كده ان الجسم فعلا في حاله حرق مش كده؟ ايوه بالظبط، عشان الناس برضه بتفهم اللي بيحصل، لنفسك حرانه وبتعرقي وبتشرب ميه كتير وبتتحركي ونشيطه، كل ده حرق شغال كانك في جيم، كانك بتلعبي رياضه.